أهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي هنروح لخبر بيقول: شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أداء حلف اليمين لكل من السادة المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد رئيسا لمحكمة النقد، المستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيسا لهيئة قضايا الدولة. كما منح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من السادة القاضي محمد عيد محمد محجوب رئيس محكمة النقد السابق، المستشار عدلي عبد الفتاح زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، المستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق. مشاهدينا الكرام، خلونا نروح نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد القاضي محمد عيد محمد محكوب رئيس محكمة النقد السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار محمد 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 بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد رئيساً لمحكمة النقد. أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين. يعين السيد المستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون. يعين السيد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن رئيساً لهيئة قضايا الدولة. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن أحترم الدستور والقانون. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئة القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم فقرة الأخبار. وزارة الداخلية نظمت الملتقى الثالث لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة بمدينة الإسكندرية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جديد جيل جديد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعرف على معالم المحافظة، وده طبعا في إطار الدور الاجتماعي للوزارة في ترسيخ معاني الولاء والانتماء لدى هؤلاء الشباب. هنخرج نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب. يتواصل دعم واهتمام وزارة الداخلية بشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية. فبمناسبة انتهاء العام الدراسي تم اصطحاب هؤلاء الشباب من أحياء أهالينا ومعن والأسمرات بالقاهرة إلى الإسكندرية، ومعهم بشائر الخير واستضافتهم بأحد الفنادق التابعة لوزارة الداخلية، حيث نظمت الوزارة معسكرا صيفيا لهم في إطار الملتقى الثالث لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة. شهد مسابقات رياضية على شاطئ البحر المتوسط استمتعوا خلالها بالأجواء الصيفية الرائعة والترفيهية والرياضية التي عمت المكان. لما تشوف أفضل حلفين يحمو يا ابن اليوم الدين وليك يا مصير الدين لأجل بلدنا بدل أغمار. حابة أشكر مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس
ربنا جابتنا الاسكندريه وخلتنا عشنا اليوم ده، كان يوم كله تحديات ومنافسات ومسابقات وكان يوم حلو. وعلى مدار ايام الملتقى الثلاثه تم تنظيم زيارات للمعالم الاثريه والحضاريه التي تزخر بها مدينه الاسكندريه. مكتبة الإسكندرية كانت البداية للتعرف على معالم المدينة، حيث تعرفوا على قيمة هذا الصرح العلمي والثقافي العالمي الذي يضم الكثير من الإرث الحضاري، واستمتعوا كذلك بالعروض المتحفية المتنوعة. شباب إن هم في هذا السن يشوفوا البعد الثقافي والتاريخي والعلمي والبحثي بتاع مصر في صورة مكتبة اسكندرية، وإن من ضمن أحسن 10 مكاتب في العالم، مفيش شك إن هتدي إحساس بالفخر وهتخلق عندهم نوع من أنواع الانتماء. أنا مبسوطة إن أنا جيت الإسكندرية وشفت مكتبة الإسكندرية، صرح كبير، لقيت فيها مخطوطات جميلة جداً وحاجات أثرية جميلة، وطبعا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو دخلنا مبادره جميله زي دي. وانا مبسوطه جدا ان انا شفت تاريخ بلدي وحضارتي، واللي انا جيت مكتبه الاسكندريه ما كنتش بصراحه متوقعه لا يكون بالحجم دوت وبالمظهر الجميل ده. لما تشوف افضل حنفي يحمو يبنوا اليوم الدين، وليك يا وصير الدنيا لاجل بلدنا ما بينقى. شمل الملتقى زيارة إلى حدائق المنتزه وقصورها التاريخية ذات الإطلالة الساحرة على البحر المتوسط، وشاهدوا ما يتم داخلها من تطوير تقوم به الدولة لإعادة رونقها المعماري والجمالي. توجه الشباب المشاركين في الملتقى الثالث إلى قلعة قايتباي والتقطوا الصور التذكارية بين جنباتها، حيث تعد القلعة أبرز المزارات الأثرية بالإسكندرية. حاجة ممتازة جداً إن هم شرفونا وزاروا أماكن تانية كتير، وده يعني في رأيي إنه بيعمق الانتماء للوطن وبيشوفوا حضارة بلدهم. أنا فخورة ببلدي وفخورة بالحاجات الجميلة أنا بشوفها ببلدي. بشكر السيد الرئيس السيسي على المبادرة دي لأنها بتخلينا نتعرف على حضارة بلدنا والمتاحف الموجودة في بلدنا احنا ما شفناهاش قبل كده. الجولة تضمنت أيضاً حدائق أنطونيادس التاريخية وأشجارها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ وتماثيلها المتنوعة. سعيد جداً بالرحلة الجميلة ديت، أنا بصراحة مبسوطة جداً وبشكر سيادة الرئيس على كل المواضيع اللي عملها لنا وأنا بحبه. لما تشوف أفضل حنفي يحمو يبنو اليوم الدين. شمل الملتقى زيارة إلى متحف المجوهرات الملكية الذي يضم مقتنيات نادرة من العصر الملكي. عنوان المبادرة حلو قوي، جيل جديد. طبعاً الفكرة في إن هي مش بس مجتمعات حضارية جديدة أو مباني جديدة، لا كمان إحنا بنبني الشخصية بحيث إنها تكون شخصية مواكبة للعصر، متحضرة، واعية، عندها ثقافة كافية. فطبعاً إضافة البرامج الثقافية للموضوع دي كانت إضافة حلوة قوي منكم. وإحنا مبسوطين قوي إن هم عندنا النهاردة، ونتمنى إن هم يستفيدوا حضارياً ويستفيدوا أثرياً من المعلومات اللي موجودة في المتحف. كنت النهاردة مبسوطة واتفرجت على حاجات جديدة وجميلة، وكنت أول مرة ليا هنا وبصراحة اتبسطت، والمبادرة دي أسعدتني كتير. اتعلمنا في مبادرة كلنا واحد معلومات جديدة ونقاشات وأماكن بلدنا، وتعلمنا الولاء لبلدنا. على هامش الملتقى نظمت الوزارة محاضرات لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لتعريفهم بالمشروعات القومية وقيمتها للوطن، وكذا خطورة الاستخدام غير المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي. بتعمل ايه على السوشيال ميديا؟ عارف مين بيكلمك؟ عارف مين بيحط لك الفيديو اللي انت بتشيره من غير ما تعرف اذا كان صح ولا غلط؟ مين الايد اللي بتكتب على السوشيال ميديا وانا معرفهاش؟ لازم افكر هو اللي بيكلمني على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على تويتر، على انستجرام، ده بيكلمني ليه؟ عايز مني ايه؟ مين هو؟ وياريت ما شيرش حاجة او اتعامل مع حاجة او اصدقها وأنا مش عارف هي صح أو غلط، لأن أزمة هذه الأيام هي إن المعلومات محدش يعرف هي صح ولا غلط. النهاردة أنا مش جاي أكلمكم على المشروعات القومية اللي في البلد كده وخلاص، يعني مش جاي النهاردة أحفظك البلد فيها إيه،
أنا جاي أكلمك وأقولك إحنا بنعمل إيه أو البلد بتعمل إيه عشانك. وعقب هذه المحاضرات ولأول مرة ضمن فعاليات مبادرة جيل جديد، نظمت الوزارة مسابقات ثقافية بين طلبة وطالبات المناطق الحضرية الجديدة عكست التطور الذي أحدثته المبادرة في ثقافتهم ومدى معرفتهم بالإنجازات والثوابت الوطنية. ما اسم المشروع القومي الذي يستهدف استصلاح عدد كبير من الأراضي الزراعية؟ أنا اسمي يوسف عبدالله فريد الأسمرات، هو مشروع مستقبل مصر. إجابة صحيحة. طيب نكمل سؤالنا مع فريق معانا. كم عدد محافظات مصر؟ اسمي فاطمة من فريق معانا. عدد محافظات مصر 28. الإجابة خاطئة. عدد محافظات مصر 27 محافظة. فريق بشائر الخير، ما اسم المشروع القومي الذي يستهدف تنمية الثروة السمكية؟ الاستزراع السمكي. إجابة صحيحة. لقيت النهاردة في تفاعل كبير، ردود أفعال حقيقة رائعة جدا. الـ 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 الأطفال وشبابنا فاهمين هم بيقولوا إيه، فاهمين يعني إيه المشروع ده قومي، فاهمين يعني إيه المشروع ده بينتج، بيطلع إنتاج إيه للبلد، يعني إيه بيوفر فرصة عمل. واللي عجبني أكتر وأكتر التنافس ما بينهم بقى، جميل إن إحنا نبقى بنتنافس في حاجة بنحبها. النهاردة إحنا في مبادرة جيل جديد وعملت لنا مسابقة بين الأربع حياة اللي هي حي بشار الخير وحي أهلنا ومعاً وحي الأسمرات، وشاركنا فيها الحمد لله وخدنا مركز أول باسم الحي الأسمرات الحمد لله. تعاوننا مع بعض وخدنا مركز أول وكسبنا في مسابقات ثقافية وتلاقينا لنا حاجات جديدة بتحصل في المبادرة. أنا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة كلنا واحد جيل جديد، إن هو فعلا خلينا إن احنا نصدق إن في حاجة اسمها جيل جديد وإن احنا فعلا طالعين على المستقبل. وفي لفتة حضارية وإنسانية حرص الملتقى على تكريم المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية من طلاب المناطق الحضارية الجديدة. هم دول حراسة اللي رفعين راسة واقفين وقفة راجل واحد مصر حلوة بناسها. واختتم الملتقى فعالياته بحفلة موسيقية وترفيهية كبيرة امتزجت فيها فرحة هؤلاء الشباب باللوحة الجمالية على شاطئ البحر، وعكست فرحتهم بهذه المبادرة التي أحدثت نقلة نوعية في شخصيتهم وثقافتهم. لما تشوف أفضل حالفين يحمو يبنوا يوم الدين وليك يا مصير تأتي قيمة مبادرة جيل جديد وأهميتها في أنها استطاعت أن ترتقي بكل القيم التربوية والثقافية والوطنية لدى شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وزادت من طموحاتهم وتطلعاتهم ليكونوا أفضل لخدمة وطنهم، ورسخت لديهم قيم الولاء والانتماء للوطن وفخر بما ينعم به من حضارة وجمال وإنجازات. أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في أخبارنا. الحقيقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتبذل جهود كبيرة جدا في عملية التحول الرقمي لخدمة الفلاح. من بين هذا التحول كان الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح، وكمان في جميع المحافظات، فضلا عن بناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعي. لتفاصيل أكتر عن كارت الفلاح وعن قواعد البيانات اللي بتخص الإنتاج الزراعي، خلونا نرحب بالحاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين. حاج حسين بنرحب بحضرتك وصباح الفل. أهلا بحضرتك، سمعيني كده كويس؟ حاج حسين؟ أيوة فندم معايا. أهلا بيك. يعني في البداية طبعا بنرحب بحضرتك، وعايزين حضرتك تدلنا فكرة أكتر عن كارت الفلاح ومميزاته والهدف من إطلاقه. ألو
حاج حسين. اه يا فندم، معاك صباح الفل. اهلا بحضرتك، صباح الفل. في الاول عايزين حضرتك تدلنا فكره اكتر عن كارت الفلاح ومميزاته والهدف من اطلاقه. والله طبعا كارت الفلاح الذكي يعتبر اولى خطوات رقمنه الزراعه المصريه. هو الكارت الفلاح المصري للساده المشاهدين هو تحويل الحياده الورقيه الى حياده مميكنه. الحياده المميكنه دي عباره عن كارت زي الاي تي ام كده، سهل حمله، صعب تلفه، محمل عليه كل البيانات الفلاح، بتسهل طبعا على الساده الفلاحين المعامله مع الجمعيات الزراعيه. بيعمل داتا يعني دقيقه جدا لكل الحيازات الزراعيه بما يقضي على الحيازات الوهميه، ويسهل لمتخذ القرار اتخاذ القرار المناسب في اسرع وقت ممكن، لان تبقى شبكه على مستوى الجمهوريه، يبقى مرتبطه بالجمعيات الزراعيه، معروف كل حاجه فيها، فمتخذ القرار بيبقى متابع بدقه لكل ما يحدث، سواء استلام اسمده او تسليم او دفع مستحقات او اخذ يعني اي حاجه بتديها وزاره الزراعه دعم للفلاح عن طريق الكارت الذكي. تحياتي لحضرتك يا حاج حسين، اهلا بحضرتك. هو الكارت، اهلا بحضرتك يا فندم. هو الكارت تم تطبيقه او تم البدء في تطبيقه في 2016 والاطلاقه في 2019 وتعميم الموضوع يعني في حوالي 2021. عايزين نعرف من حضرتك الناس اللي لسه ما استخرجتش الكارت، هو عامل زي بطاقه التومين كده، بيبقى يعني عليه كل البيانات زي ما حضرتك ذكرت. اللي ما استخرجش الكارت يعمل ايه يا فندم، او ايه الاجراءات اللي بيعملها؟ هو طبعا الفلاح او المزارع اللي هو معاه حيازه زراعيه وعايز يستخرج الكارت بيتجه لاقرب جمعيه زراعيه ليه، بيملى استماره اللي هي استماره الكارت الذكي، استماره بيملى فيها البيانات بتاعه الحيازه بتاعته، وبيدفع الرسوم، وبعد اسبوع او 15 يوم بالكثير بيروح يستلمه من اقرب بنك زراعي مصري ليه. ده يعني اختصار الخطوات اللي هي بتتخذ. في طبعا انا عايز اقول برضو على الهواء للساده المسؤولين، في بعض المشاكل والمعوقات بدات تظهر بعد تطبيق الكارت الذكي في جميع انحاء الجمهوريه، منها تاخر خروج الكارت الذكي في بعض المحافظات. نتمنى طبعا من الساده المسؤول البنك الزراعي المصري ورب خاطب علاء بيه فاروق رئيس البنك مباشرة، لأن طبعا التأخر ده بيبقى الناس كلها طبعا من وزارة الزراعة بتقول لك ده من البنك، والبنك بيقول لك ده من الشركة، فعايزين الحتة دي فيها يكون ضبط شوية، لأن تأخر الكارت الذكي معناه تأخر استلام الأسمدة، وبالتالي بيضر الفلاح، وكمان الفلاح يعني لما يتأخر الكارت ده، في ناس دلوقتي الكارت الذكي مرتبط حتى بالبطاقة التموينية في بعض الأماكن. يعني عايزين سرعه استخراجه. طيب يا حاج، يعني يمكن حضرتك وانت بتشرح فكره الكارت الذكي كنت بتقول انه الكارت هيكون عليه كل البيانات بتاعه الفلاح. طيب ده على مستوى البيانات، انما لو بنتكلم على مستوى المشكلات اللي بتواجه الفلاح، هل الكارت هيحل هذه المشكلات؟ هو انا بقول لحضرتك يا استاذ اندرو، دلوقتي الكارت الذكي عباره عن نقل البيانات من الحيازه الورقيه اللي كان بيشيلها الفلاح الى الحيازه مميكنه، يعني هو الكارت بقى وظيفته كده، احنا بقى اللي بنخلي الكارت ده يفعل بالطريقه اللي احنا عايزينها، نحط عليه البيانات اللي احنا عايزينها، عايزين نخليه كارت صرف مستحقات، بنضيف عليه كارت فيزا، عايزين نحط عليه مثلا الحاجات بتاع التصدير والاصدارات، يعني بنحمل الكارت، الكارت نفسه ما يقدرش يعمل حاجه لوحده، احنا اللي بنحمل عليه الحاجه، لكن هو من ناحيه المشكلات بيحل بعض المشكلات في الوقت الراهن، على المدى الطويل هيحل مشكلات كثيره، يعني على سبيل المثال الحيازات الوهميه وكانت الحيازات الورقيه بيبقى صعب تزويرها، بيبقى في فساد اداري في بعض الاحيان، الكارت الذكي ده بيمنع كده، لان ده بيبقى الحاجات محمله على الكمبيوتر، صعب تزوير اي حاجه، الحيازه الورقيه كانت بتتلف بسرعه لانها ورقه، لكن الكارت المميكن ده صعب تلفه، طبعا الكارت المميكن حمله سهل،
غير لما بتشيل دفتر في جيبك كحيازه. الكارت الذكي بيبقى البيانات اللي عليه دقيقه، الموظف ما يقدرش لا يلعب فيها ولا يقدر ينفيها في اي حال من الاحوال لانها بتبقى مدونه في الكمبيوتر. لو المزارع النهارده سحب مثلا اسمده ثلاث شكاير الساعه 9 بيدون في الكمبيوتر ان هو سحب ثلاث شكاير الساعه 9. يعني ما فيش مجال لفساد اي فساد اداري. ده الحاجات اللي احنا بنستفاد منها في الوقت الراهن مع سهوله صرف برضه المستحقات الماليه والمستحقات التعب الاخرى عن طريق الكارت. تمام. الحاج حسين ابو صدام نقيب عام الفلاحين، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخله. مشاهدينا مكملين مع حضراتكم فقره الاخبار لكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركه الله نطلق مبادره 100 يوم صحه تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. النهاردة إن شاء الله في 27 محافظة بيتم إطلاق حملة الخاصة ب 100 يوم صحة على كل محافظات الجمهورية. الغرض من هذه الحملة طبعاً إن إحنا نعظم من كل المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة خلال ال 100 يوم الحالية. من أول اليوم النهاردة لحد أكتوبر إن شاء الله هنكون موجودين قريبين من كل بيت، من كل مواطن محتاج رعاية صحية، محتاج تثقيف صحي، هنكون موجودين معاه من خلال كل قطاعات الوزارة سواء القطاع العلاجي أو القطاع الوقائي أو كل الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان. انزل اكشف واطمن على نفسك وعلى اللي بتحبهم مجاناً ولمدة 100 يوم. حملة 100 يوم صحة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وزارة الصحة معاك من أول يوم. هي بإصرار وعزيمة وعمل، كل نقطة مية غالية بتفتح طريق لبكرة. جاري استصلاح 1.5 مليون فدان ضمن 4 مليون فدان مستهدفة للاستصلاح. صوب زراعية يتم تجهيزها بأحدث التكنولوجيا. وتخصص 30,000 فدان في الوادي الجديد لزراعة 2.5 مليون نخلة ضمن مشروع توشكا. تم رفع الحظر المفروض على المحاصيل المصرية وفتح أسواق جديدة للتصدير. أما المزارع السمكية فارتفع إنتاجها بعد زيادة عدد المزارع السمكية الحديثة، حيث تم الانتهاء من 1360 حوض بمزرعة بركة غليون و 4440 حوض في مشروع هيئة قناة السويس، وجاري تنفيذ مزرعة شرق بورسعيد السمكية على مساحة 15,000 فدان ومزرعة مثلث الديبة، ونخلق في الرمل حياة وجمال وإيدين تحصد خير ملهوش حد. بلغ حجم الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 48 مليار و500 مليون جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. أهلا بحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقرة الأخبار. يعني ساعات الفرد أو لما يستخدم حاجات يفتكر نفسه أنه بيحافظ على صحته، يفرط في استخدام مثلا الفيتامينات، استخدام حاجات كتير من غير إرشاد طبي، يفتكر أن أنا كده بحافظ على صحتي أكتر أو أن أنا كده بعمل حاجة كويسة، يعني ده مش هيضرني في حاجة. لا، علشان كده هيئة الدواء المصرية حذرت المواطنين من الإفراط في استخدام الفيتامينات وتجنب استخدامها بشكل عشوائي دون استشارة الطبيب. لتفاصيل أكتر هيكون معانا على الهاتف الأستاذ دكتور محمد المنيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب بقصر العيني. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، يا أهلا يا أستاذ. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني من ساعة كورونا وممكن الواحد يقول انا هستخدم فيتامينات كتير او كل يوم همشي بقى على نظام معين، ان انا هاخد مثلا فيتامين سي، زنك، مش يعني اي نوع من الانواع، وده مش هيضرني في حاجة. يعني حضرتك شايف الموضوع ده ازاي يا فندم؟ الحقيقة هي ليست رؤية شخصية، لكن ده حاجة ستاندرد في العلم. في الطب في حاجة اسمها دايتري الاونس،
الكوماندد دايتري اناونس. ما هو مسموح به؟ في حاجه اسمها المقبول الليكويد انتيك المقبول، في حاجه اسمها استيميتد. يعني في فرق بين ما هو استيميتد اللي هو ما هو يعني في عندنا ثلاث حاجات اللي انا بحكي لك عليهم دول. هل قياس الفيتامينات مستوى الفيتامينات مهم في الطب؟ الاجابه لا، لا قيمه لفكره قياس مستوى الفيتامينات الا اذا ظهر عندنا اعراض اكلينيكيه لهذا الامر، لا اكلينيكيا فقط وليس استباقيا. طيب هل في فيتامينات ضروريه؟ الاجابه يوجد بعض الفيتامينات الضروريه اللي احنا ممكن ناخدها خاصه لدى الحوامل. الفوليك اسيد مهم في ثلاث شهور الاولى من الحمل وشهر الاثنين قبل اذا كان الحمل بلاند او يعني هيبقى مسموح به. ده بيمنع تشوهات الاجنه العصبيه. فيتامين د مهم لكبار السن لان هم لقوا كبار السن اهم حاجه بيمنع حاجه اسمها ريكارنت فود السقوط المتكرر وهشاشه العظام. وفي الاطفال ما يطلق عليه ريكت الكساح ولين العظام. في حاجه اسمها انتي اوكسيدنتس ودي حاجات احنا ما كناش فاهمينها. مضادات الاكسده. الانتي اوكسيدنتس دي مجموعه من حاجه اسمها البوليفينولز والفلافونويد. يعني دول هم افضل حاجه لمنع الكالسيوم. اما الفيتامينات اللي احنا عارفينها التقليديه فيتامين الف وبي وسي احنا طول عمرنا عارفين مشاكل نقصهم. لما كان بينقص احنا كنا فاهمين مشاكل العين وخلافه بالنسبه لفيتامين الف على سبيل المثال. لكن النهارده فهمنا ان في حاجه اسمها اخطار زياده الفيتامينات. اهم خطر في زياده الفيتامينات فيتامين الف لقينا ان هو بيعمل لنا هشاشه عظام، بيزود الريسك بتاعه الاورام وبيزود فرص حدوث كسور. تخيلي انا هاخد فيتامين وحاجات من فيتامين الف هتزود لي هذا الامر، وممكن تزود لي فرصه حدوث سرطان الرئه. يعني فيتامين الف هيزود لي فرصه حدوث سرطان الرئه وهشاشه العظام وكسور العظام، ده زيادته وتشوهات الاجنه اذا كان في حمل. فيتامين سي، فيتامين سي بعظمته اللي احنا قاعدين نتكلم عليها ده بيزود فرص حدوث حصوات الاوكسالات بتاعت الكلى. فيتامين اي اللي احنا قاعدين ناخده اللي هو بيقول احنا بيقلل بيحسن الذاكره بيزود المناعه، لقينا ان بيزود فرص حدوث الوفاه وجلطات القلب. فيتامين بي 2 اللي هو الرايبوفلافين يعني بيقلل فرصه حدوث الصداع النصفي لو خدناه بكميات مظبوطه، لكن لقينا ان زيادته ممكن تعمل لنا هذا الصداع النصفي. لا قيمه ان انا اخد فيتامين ب 6 دي 6 لقصه مكافحه الكانسر، بالعكس زيادته قد تكون فيها خطوره. نقص فيتامين بي 12 اللي هو اكثر حاجه احنا نعرفها، ده بيعمل لنا نوع من انواع الانيميا وبيأثر على بعض الخلايا العصبيه والنفسية، بيعمل لنا يعني حاجات معروفة لدى هذا الكلام. لكن زيادته فيها خطورة. أما تناول المالتي فيتامين بشكل عشوائي كما هو متاح والزنك وخلافه وكثير من الأملاح الأخرى، زيادة الزنك احنا كنا بنقول إن هو ليه علاقة بالمناعة، الحقيقة هو بيقلل القطر بيقلل النحاس ويضعف المناعه ويخل بحاجه اسمها الكتله الجرثوميه داخل الجسم. فده في غايه الخطوره، واكثر حاجه ننصح بيها ما ناخدش فيتامينات استباقيه او وقائيه الا اذا ظهر هناك اعراض ولا قيمه لها هذه الفيتامينات في رفع المناعه. رفع المناعه مرتبط بحاجه ثانيه اخرى اسمها البوليفينولز والفلافينويدز، ودي حتى الان مش موجوده داخل كبسولات علاجيه، وده موجود في الخضار والفاكهه وموجود في كل المركبات. احنا بنستخلص الفيتامينات فقط ولا نستخلص مضادات الاكسده الطبيعيه. ماشي يا دكتور، بنرحب بحضرتك مره ثانيه. صباح الفل. صباح النور.
اهلا بحضرتك. يعني سؤالي بقى لحضرتك، هل الفيتامينات بيبقى ليها جرعات زيها زي الادويه العاديه، ولا حضرتك ما تنصحش بيها اصلا، ولا تنصح بيها في حالات معينه؟ هي ليها جرعات وما ينفعش نتخطاها، لكن لازم يكون عندي خلل واضح مرض دي علشان ابتدي اكلمك وادي لك الفيتامين. لكن يعني ما خدهاش كده عمال على بطال، ممنوع ان انا اخدها. يعني هل احنا سمعنا يعني فيتامين بي واحد نقصه بيعمل خلل يعني عصبي، وخلل يعني بيعمل لنا خلل في حركيه العين، وممكن يؤدي الى حاجه اسمها اتاك، يعني خلل عصبي، ومرض اسمه الفيري بيت. هل بنشوف الامراض دي في حياتنا؟ هل احنا بنشوف الكلام ده؟ كنا بنشوفه زمان لدى البحاره، وان ما كانش فيه غذاء، لكن انت النهارده عايش في دوله زي مصر عمرك ما هتشوف اعراض نقص الفيتامينات. هل فيتامين بي 2 اللي هو الرايبوفلافين احنا بنشوف يعني تشققات في الشفايف وخلل في مرض جلدي والتهاب في اللسان وحاجه، يعني الكلام ده ما بقيناش نشوف اعراض نقص فيتامين بي 2. فيتامين بي 3 النياسين ده بيعمل لنا مرض اسمه البلاجرا. عمرك سمعت يعني مرض الاسهال والنسيان وخلل جلدي وتغير في لون الجلد اللي هو عرض نقص فيتامين النياسين؟ النياسين كان بيستخدم في الماضي لعلاج الكوليسترول، يعني قبل ما تظهر ادويه الكوليسترول. زياده هذا النياسين لو خدنا نياسين بارقام كبيره هيؤدي الى فشل كبدي. هل سمعنا عن نقص البي 6 اللي هو ماده البايريدوكسين؟ يعني ده بيعمل لنا انواع من الانيميا واضطراب للنوم وعدم حركيه وخلل وشكل جلدي والتهاب في الفم. عمرنا ما سمعنا عن هذا الكلام، بالرغم ان احنا حاطينه في الشامبوات وحاطينه في حاجات كتيره جدا. وانا كلمتكم على فيتامين بي 12 وعلى الفوليك اسيد. البيوتين، هل احنا قاعدين نسمع على الضعف في الشعر؟ ده طبعا احنا بنسمع عنه كل يوم، بس يعني لما لو جينا حللنا مش هنلاقي نقص في البيوتين. وكثير من الناس بتوجه خلل الشعر وتبتدي تاخد فيتامين ب وتاخد فيتامين د وتاخد حديد في نقص الشعر، مع ان الموضوع مختلف تماما. وحتى ده يا دكتور يعني من غير تحليل او من غير اي حاجه، هو تلاقي حد مثلا بيقول لصاحبه خد الفيتامين ده كويس هيطول شعرك، خد الفيتامين ده. في نقصه بيعمل لك مرض اسمه سكيرفي. احنا النهارده بتسمع عن حد من اصدقائك او حد من اللي احنا نسمع، حد فينا يعرف مرض اسمه السكيرفي اللي هو اللثه بتنزف ونوع من الاكتئاب وجفاف في الجلد والتعوير، ما فيش لا تلتئم ونتوءات جلديه ونزيف تحت الجلد وشعور بالارهاق وبؤر دمويه، هل سمعنا عن اعراض نقص فيتامين سي؟ عمرنا ما سمعنا عن كلمه سكيرفي، يعني ما سمعش عنها خالص في هذا الزمان. انا طبعا ما كلمتكوش لسه على فيتامين اي ودي واي وكي، ودول الزياده فيهم بتعمل لنا اعراض تسمميه في غايه الخطوره. عايزين بقى نعرف من حضرتك، يعني احنا عمرنا ما سمعنا عن اعراض نقص الفيتامين في هذا الزمان. يعني يا دكتور، بما ان حضرتك اتكلمت عن التسمم الفيتاميني، عايزين نعرفه للناس بشكل مبسط يا فندم. هو زيادة عن الأرقام الطبيعية اللي احنا بناخدها في الأكل. زمان ما كانش الناس بتاكل نفس الأكل اللي احنا بناكله النهارده. أنت النهارده عندك الخضار والفاكهة على مدار السنة، بتقدري تاكلي زبادي، تقدري تاكلي بيضة، تقدري تاكلي يعني ولو ربع كيلو لحمة مرة في الشهر. زمان كان في نقص شديد في كل هذه العناصر الغذائية، فكان دايما بيبقى عندك نقص اللي احنا بنحكي عليه الأعراض نقص الفيتامينات. النهارده الناس بتاكل كويس، وعمرنا ما هنشوف حد في سواء يعني غني فقير عنده نقص في هذه الفيتامينات، الا اللي عامل عمليه زي السليف، امراض امتصاص، امراض بهذا الشكل. والحقيقه اعراض زياده الفيتامينات، لما هاخد فيتامينات اكتر من اللي انا باكله في العادي هتظهر الاعراض التسمميه اللي انا حكيت لكم عليها.
يعني فيتامين ألف هيؤدي إلى هشاشة عظام ولين عظام وصداع وخلل في حركية المخ، حاجة اسمها سودو تيومر سيربراي، وممكن يؤدي إلى شلل. ده زيادة فيتامين ألف وكنسل على المدى الطويل إذا خدت هذه الأرقام لفترة طويلة، وإذا خدته أثناء الحمل هيعمل تشوهات أجنة. لا أنا بس بكلمك على فيتامين ألف. فيتامين سي هيعمل لك حصوات كلى. فيتامين بي ممكن يؤدي، نياسين يؤدي إلى فشل كبد، فشل وارتفاع وظائف الكبد. أنا باخد فيتامين تعمل لي ارتفاع وظائف كبد. فيتامين إي نفس هذا الكلام. فيتامين إي ده هيعمل لي سيولة أو جلطات، يعني حسب الأرقام اللي خدناها. وهيؤدي إلى الوفاة وخلل في عضلة القلب. فيتامين إي بيزود حاجة اسمها أول كوز مورتاليتي. الجملة اللي أنا بحكيها لكم اللي أنا بوصفها لكم دي جملة حتى غريبة في الطب. كل أسباب الوفيات في الطب نتيجة الخلل الوظيفي اللي هيحصل من زيادة الفيتامين إيه. اللي أنا باخده للنضارة وللشباب حاجات غريبة جدا وللخصوبة وللقدرة الإنجابية. هي كلها بتبقى نصائح أو هكذا يباع هذا الفيتامين. طيب يا دكتور، هل هناك اختلاف ما بين الفيتامينات الزائبة في الماء عن الفيتامينات الزائبة في الدهون؟ اه طبعا. الـ ADEK الـ ADEK تسمماتهم اعلى. يعني فيتامين A و D و E و K هم دول الدهنية، اما باقي الفيتامينات فهي زائبة في الماء وضررهم بياخد مدى اطول. بس انا اديتك مثالين. مثل للدهون للفيتامينات الدهنية زي الـ A، وديتك مثل لزيادة الفيتامينات اللي هو C. دول مثالين بشكل سريع بالرغم ان احنا اوضحنا E و B ايضا. يعني C هيعمل لك حصوات كلى بالرغم ان هو بيذوب في الماء حصوات اوكزالات. A هيؤدي الى هشاشة عظام وتشوهات اجنة وارتفاع ضغط المخ، حاجه اسمها سود تيومر سيربراي، وهيؤدي الى كانسر، كانسر رئوي. يعني هو بيزود ما يطلق عليه برضه هو واي، يعني زياده فيتامين اي واي بيزودوا ما يطلق عليهم كلمه اسمها اول كوز مورتاليتي. اما زياده فيتامين د اللي احنا قاعدين نتشدق بيه طول الوقت ده ممكن يؤدي الى ترسيب الكالسيوم في الضفيره الكهربائيه للقلب، يؤدي الى خلل في وظائف القلب وضربات القلب، ممكن يؤدي الى حصوات كلى وفشل كلوي. انا بس بكلمك على اكثر اثنين بس لكلمه زياده فيتامين د، لكن له مشاكل كثيره. هيعمل امساك فيتامين د، هيعمل خلل ايضا في الوظائف العصبيه للمخ. والحقيقه يا دكتور يعني ان كل الفيتامينات اللي حضرتك بتتكلم عنها دي مشهوره جدا ودايما الاصدقاء بينصحوا بعض بيها، وحتى احنا المعلومات المترسخه في اذهاننا قبل كده انه الفيتامينات ملهاش اي اثار جانبيه، فخد زي ما انت عايز فيتامينات، وكان مثلا الفيتامينات دي يعني كويس ان حضرتك معانا النهارده لانه ده موضوع في منتهى الخطوره، ان احنا نوضح للناس انه يا جماعه بلاش الاستخدام المفرط في الفيتامينات، ولازم يكون في تحليل، ولازم يكون بناء على كلام دكتور متخصص، مش ناخد كده فيتامينات وخلاص، مش ناخد زنك ولا فيتامين A ولا فيتامين B، لانه كثرة هذه الفيتامينات زي ما حضرتك بتقول بتؤدي لمشاكل كبيرة جدا. يمكن السادة المشاهدين يعني وانا كمان واحد منهم يعني ما كنتش اعرف عن الكلام اللي كل حضرتك قلته ده، فمهم جدا ان حضرتك تكون معانا النهاردة عشان توضح هذا الكلام، يعني الحقيقة كلام في منتهى الخطورة. يعني احنا بنشكر حضرتك. ده العفو يا فندم. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به، استاذ دكتور محمد منيسي، استاذ امراض الجهاز الهضمي والكبد بكليه الطب بالقصر العيني. شكرا لحضرتك كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، يمكن بعد الكلام المهم اللي قاله دكتور محمد يعني مهم جدا ان احنا ناخد بالنا ان احنا ما ناخدش اي ادويه سواء فيتامينات او غير فيتامينات غير بمراجعه الطبيب وباستشاره الطبيب وبعد الفحوصات والتحاليل عشان ما نتعرضش لاي مشاكل تحصل لنا. لسه مكملين اخبارنا، لكن اسمحوا لنا نخرج لفاصل سريع ونرجع تاني نستكمل باقي اخبارنا. خليكم معانا.
بس وصح النوم اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مستمرين مع حضراتكم في اخبارنا. الكرسي اسلوب حياه، ده كان اسم المبادره اللي اطلقتها النائبه هند حازم عضو مجلس النواب، واحنا دلوقتي معانا على التليفون سياده النائبه هند حازم عضو مجلس النواب. سياده النائبه بنرحب بحضرتك وصباح الفل. صباح الفل، اهلا بحضرتك. يعني الحقيقه اسم المبادره يعني يخطف، ففي البداية كده عايزين بقى حضرتك تدلنا فكرة أكتر عن مبادرة الكرسي أسلوب حياة والهدف من هذه المبادرة. هي المبادرة أصلاً بتدعو لتغيير ثقافة المجتمع في نظرته للأشخاص ذوي الإعاقة وفي كيفية التعامل معهم، ويمكن هي المبادرة جات لي من تجربة شخصية لي أنا شخصياً. أنا مستخدمة كرسي متحرك، كنت في يوم في محطة مصر، محطة القطر، ودخل المحطة فكان في زي رصيف صغير قدامي كده، فواحد جاي بيساعدني فساعدني غلط فوقعني على وشي. فهي الشعب المصري شهم، أي نعم، لكن يعني بيبقى ساعات الاندفاع في حب المساعدة ممكن، يعني أحيانا أنا بقول إيه، ممكن يكون مساعدتك ليا هي عدم مساعدتك. وعدم وجود المعلومة الكاملة برضو بيفرق، يعني مهم إن إحنا طول الوقت يكون في توعية بأهمية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة عشان ما يسبب لهمش أي مشكلة. يعني أنا ممكن زي ما حضرتك بتقولي ممكن يبقى في نيتي يساعد بس الموضوع يحصل بالعكس فأضر. فهو في اليوم ده الكلام ده كان تقريبا سنة 2016 أو 2017 في الحدود دي، فأنا في اليوم ده بالضبط يعني الفكرة جت في بالي إن إحنا نوعي الناس، فعملت مبادرة وسميتها الكرسي أسلوب حياة، لأن كان في الأول كنت هتكلم فيها عن بس كيفية التعامل مع الكرسي المتحرك. بعد كده بقى مع مرور الوقت بدأت أوسع الموضوع واتكلم فيه عن جميع أنواع الإعاقات، إزاي التعامل مع البصري، مع السمعي، مع قصر القامة، مع الكرسي المتحرك، كل جميع أنواع الإعاقات. فهي الهدف منها بس تغيير ثقافة المجتمع في نظرته للأشخاص ذوي الإعاقة، والأهم كيفية التعامل وفن إتيكيت التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. طيب سيدة النائبة وتحياتي لحضرتك يا فندم. صباح الخير، ازيك؟ صباح الفل. يعني عايزة أروح لنقطة تانية، وهي ممكن الناس تستخدم الهزار في إن هو ده أنا بهزر، أنا ما أقصدش إن أنا أتنمر على حد، ده هزار، ده أنا بضحك اللي حواليا. وده من ضمن الثقافة برضو إن أنا لأ، ما أذيتش حد. يعني حضرتك شايفة الموضوع ده إزاي؟ ممكن أنا برافو عليكي، أنا عايزة أقول لحضرتك إن دي يمكن من ضمن الحاجات اللي ضفتها للمبادرة بتاعتي، اللي هي موضوع التنمر والهزار بشكل غير لائق، وعلى فكرة مش مع ذوي الإعاقة بس. يعني ممكن يكون في حاجات تانية كمان غير مش خاصة بذوي الإعاقة بس. وعلشان كده يعني ما هو إحنا ليه طلعنا قانون خاص بالتنمر وغرامته مش صغيرة؟ ما هو علشان كده، لأنها حاجة مش بسيطة. فكرة التنمر دي فكرة ممكن تخلي شخص يفضل قاعد في بيته ما يطلعش منه العمر كله. صحيح. فأنت بتدمري كيان، بتدمري إنسان. هي الناس بتفتكر إن التريقة أو إن أنا يعني أنا مش بعمل حاجة، يعني ده أنا دمي خفيف بهزر. عشان كده أنا دايما أقول إن أي قضية في حياتنا الأساس فيها الوعي. فهي فكره، يعني انا شايفه انه فكره، يعني هقول لك حاجه، المبادره اللي انا عملتها بتاعت كل الحياه دي عندنا هنا في الشرقيه عملتها في التربيه والتعليم. مش عملتها للطلبه بس، عملتها كمان للاخصائيين والمدرسين اللي بيتعاملوا مع الطلبه. وحاليا بدات التربيه والتعليم نفسها عندنا في الشرقيه ياخدوا المبادره
ويعموها على المدارس، بحيث انها خد بالك ان الجيل الجديد هو اللي تقدري تشكلي فيه زي ما انت عايزه. طبعا المرحله اعدادي وثانوي وجامعه هي دي اللي تقدري تشكلي فيها، بتقدري تطلعيهم بوعي جديد انه ما ينفعش نتنمر، انه انك لما تيجي تساعد ذوي الاعاقه اساله الاول اساعدك ازاي، حاجات كتير قوي. طبعا المبادره طويله وما تكفيش في مكالمه. حضرتك كنت ذكرتي ان هو يعني وانا بتكلم مع حد وهو قاعد على كرسي اقعد جنبه، يعني كان في عده مقترحات حطيتيها في يعني ضمن المبادره. هي مش مقترحات، هي فن اتيكيت. فاهمه ازاي؟ يعني انا بكلم حضرتك على الاقل بس اكون في نفس مستوى نظرك عشان ما افضلش تعب رقبتك وتضير الطرف على رقبتك دي. انا على كرسي متحرك، فحاول بقدر الامكان تكون في نفس مستوى نظري عشان اقدر اتواصل معاك بشكل. وفي نقطه تانية كمان مهمه جدا الناس ما بتاخدش بالها منها، ان انا لما بتيجي تتكلم معايا حضرتك ممكن تبقى واقف في ظهري لانك ماسك الكرسي مثلا، فالمفروض ان انا الف واكلمك ولا حضرتك اللي كنت بتكلمني. طيب ده هيخلينا برضو سياده النائبه نروح لسؤال مهم جدا، بس قبل ما اقول السؤال حابب ان انا يعني نشكر حضرتك على هذه المبادرة وعلى وجود حضرتك معنا النهاردة، لأنه مهم جدا إن احنا نساعد في نشر الوعي باستخدام السلوكيات الصحيحة في التعامل مع ذوي الإعاقة، لأنه مهم جدا إن احنا نكون مقدرين بشكل كبير قدراتهم ونكون عارفين نتعامل معاهم بشكل صحيح. فسؤالي هنا لحضرتك، إيه هي السلوكيات الصحيحة اللي حضرتك بتقوليها أو بتساعدي في نشرها في المبادرة المتعلقة بالتعامل مع ذوي الإعاقة بشكل صحيح عشان ما نسبب لهمش أي مشكلة أو حتى أي أذى نفسي؟ فإيه السلوكيات الصحيحة المفروض نتعامل بيها مع ذوي الإعاقة؟ خلينا نتكلم الأول على ذوي الإعاقة بجميع أصناتهم. عندنا مثلا الإعاقة البصرية، تعالى نتطرق ليها شوية، انه حضرتك لما تيجي تلاقيه مثلا محتاج، نقول ابسط حاجه ان هو محتاج يعدي شارع، يا ريت ما تمسكوش من ايديه وتسحبه، يا ريت تقف جنبه وتستاذنه وتقول له انا هعدي حضرتك لو محتاج، طب انا همسك ايدك اليمين ولا الشمال اريح. لما يكون الكثيف داخل مكان مثلا، حضرتك حاول توصف له المكان اللي هو قاعد فيه شكله ايه، وسعه قد ايه. حضرتك بتتكلم مع حد من الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه، يبقى حضرتك ما تقومش وتخلص الكلام وتمشي من غير ما تقول له، لان هو مش شايفك ان انت مشيت. خلي دايما في كمان بينك وبين اي نوع من انواع الاعاقات مسافه امان. يعني في ناس لما بتيجي تتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه بتقرب منهم زياده عن اللزوم، بتفتكر ان هو كده يعني بيخدمه. لا، خلي دايما في مسافه امان، اللي هي يعني يبقى في مسافه بيني وبينك. الاعاقات مثلا الحركيه زي ما اتكلمت كده، انه ما تجيش تمسك الكرسي وتساعدني من غير ما تستاذني الاول، ده رقم واحد. رقم اثنين، اسالني اساعدك ازاي عشان ما تاذنيش. لما اكون معايا مرافق، ده بقى لجميع انواع الاعاقات، ما توجهش الكلام للمرافق، وجه الكلام ليا، لان انا طبعا يعني طبعا باستثناء الاعاقات الذهنيه، لكن جميع انواع الاعاقات الثانيه عندها ادراك وتفهم. فحضرتك ليه بتوجه الكلام للمرافق اللي معايا؟ هي ممكن تكون حاجات بسيطة جدا سيادة النائبة، لكن بتفرق في نفسية ذوي الإعاقة وبتحسسهم بقدراتهم وبتحسسهم ان هم موجودين في المجتمع معانا. يعني مهم جدا ان احنا يعني ما نغفلش عن دورهم الكبير في المجتمع، وزي ما حتى سيادة الرئيس دايما مهتم بوجودهم في المجتمع ومهتم بأنشطة ليهم ومهتم بحاجات مؤتمرات وحاجات كتير ليهم، فمهم ان احنا نتعامل مع ذوي الإعاقة انهم ناس طبيعية موجودين حوالينا. موضوع الإعاقة ده على فكرة اخويا واخوك وبنتي وبنتك ويعني احنا يعني ذوي الإعاقة ده احنا مش هما. سيادة النائبة، بما أننا تكلمنا عن اهتمام الرئيس بالقادر، يعني شفنا قادرون باختلاف وشفنا طبعا حاجات كتيرة جدا الرئيس بيحاول يوفرها لأصحاب القدرات الخاصة، عايزين نعرف من حضرتك أهم الحقوق اللي بقت دلوقتي متاحة لأصحاب القدرات الخاصة. أنا بس عايزة ألفت يعني أستاذة إيه معايا حضرتك؟ نرمين. بصي يا أستاذة نرمين، حضرتك في جملة واحدة استخدمتي كام لفظ خاص بالفئة ذوي القدرات الخاصة وذوي الهمم
وذوي الاعاقه وذوي الاحتياجات الخاصه. احنا يعني انا برضو من ضمن الثقافه اللي عايزين بس ننشرها ان احنا لينا مصطلح ومسمى واحد بس، احنا اشخاص ذوي اعاقه فقط بس. يعني وليه اشخاص ذوي اعاقه؟ لان احنا بالفعل معاقين وبنفتخر بده، بلس ان انا لو في مؤتمر دولي واستخدمت لفظ غير ذوي الاعاقه مش هيعتد بيه، لان احنا في القانون الدولي مسميين بالاشخاص ذوي الاعاقه. هنتكلم بقى عن فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وعن مدى اهتمامه بينا. انا دايما بقول انه احنا ما شفناش غير لما هو قال يا جماعه شوفوهم، يعني من سنه مثلا 2018 لما خلص 2018 عام ذوي الاعاقه بدأ نظرة المجتمع تختلف فينا، بدأت حتى يعني السلام النهاردة بيقولوا احنا ياريت نبقى معاقين. احنا عندنا قانون 10 سنة 2018 الخاص بأشخاص ذوي الإعاقة، القانون ده فوق الرائع، مدلع المعاقين زي ما بقول. يعني طبعا يعني احنا لسه في تفعيله وتنفيذه، وتنفيذه ممكن يكون بياخد وقت طويل شوية، ده ناتج لظروف كتير، ظروف اقتصادية لأن القانون معظمه متعلق بالماديات. ولا اخفي سرا ومش هننكر كلنا ان اي قانون بعد ما بيصدر بيبقى دي حاجه اسمها قياس الاثر، بنقيس فيها يعني مدى نسبه نجاح القانون بعد نزوله للناس. طبيعي ان يبقى فيه بعض التركات والثغرات الصغيره كده اللي احنا اوريدي في مجلس النواب دلوقتي بنشتغل عليها. يعني عندنا حاجات كتير حلوه منها النهارده مثلا ان شاء الله في الجلسه العامه باذن الله، يعني خلاص هنطلع قانون صندوق قانون الاختلاف. فيعني ده كله خد بالك، الصندوق ده فخامه الرئيس هو اللي وصى بيه، ودايما بقول انه يمكن لو ما كانش هو اشار لينا وحط 12 على الفئه كان زماننا زي ما احنا بقالنا اكتر من 50 سنه فعلا دايما بقول مش متشافين اصلا. يعني المجتمع اساسا ما كانش واخد باله ان في حاجه اسمها اشخاص ذوي اعاقه، الناس كانت بتتكسف تطلع اولادها المعاقين. النهارده اللي عنده طفل او عنده ابن معاق بيفتخر بيه وبيطلعه، بيعلموه وبيمارسوهم رياضه. يعني ما شاء الله احنا لسه اهو، يعني امبارح واول كان عندنا بطوله افريقيا للبوتشيا، دي اعدت في مصر لاول مره رياضه البوتشيا للمرضى الشلل الدماغي والاعاقات الشديده، والحمد لله رب العالمين المنتخب المصري اتاهل لباريس. يعني كل اللي انا بتكلم فيه ده كله يمكن انا بتكلم بسرعه على ان الانجازات اكبر من مكالمه تليفون. بس هو انا كهند حازم باسم نقول كل معاقين مصر، مش هحصر عدد بس هقول كل معاقين مصر، احنا لازم نكون مدينين بالشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه هو اللي حط علينا في الاثر واللي هيتحسد قدام من المعاقين الصغيرين نتيجه اللي هو عمله. يعني كل التوفيق لحضرتك سيادة النائبة، وإن شاء الله المبادرة تحقق أهدافها، ودايما قادرون باختلاف. بنشكر حضرتك جدا سيادة النائبة هند حازم عضو مجلس النواب، ودي كانت مداخلتنا بخصوص مبادرة الكرسي أسلوب حياة. مشاهدينا نخرج لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية. افتح عينيك على المستقبل، شوف عن قرب. أرض الفرص بتفتح أبوابها، استعد لبداية جديدة. مصر بتفتح أبواب الاستثمار بثقة كاملة في قدراتها، بموقعها الجغرافي وبقوة بشرية وتعداد سكان 100 مليون، أكتر من نصهم شباب مستعد للعمل. مصر سوق مفتوح جاهز للاستثمار، جاهز للمستقبل، ومجهز بأحدث تكنولوجيا عالمية وعقول مبدعة وطموحة. سوق عمل جاهز بمختلف الخبرات. مصر وفرت بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للمستثمر،
تسهل عليه المهمة بمراكز خدمة خاصة للمستثمرين في كل المحافظات، جاهزة ومجهزة لإنهاء كل الإجراءات في مكان واحد. مصر وفرت بيئة تساند وتدعم صغار المستثمرين ورجال الأعمال في كافة المجالات، مالياً، إدارياً، قانونياً وتكنولوجياً، بمبادرة فكرتك شركتك. بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 11,700,000,000 جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الإخبارية. الحقيقة إنه الخبر اللي هنقوله دلوقتي هو خبر بالتأكيد بيهم قطاع كبير من مشاهدينا، لأنه إحنا هنتكلم عن حديقة الحيوان.
حديقة الحيوان بالجيزة تأسست عام 1891 على وتبلغ مساحتها 80 فدان. تم الإعلان عن غلقها لحين الانتهاء من عمليات التطوير وذلك اعتبارا من أمس الأحد. فمحتاجين نفهم بقى التطوير ده عبارة عن إيه ومدة الغلقة هتكون قد إيه. فخلونا نرحب بالأستاذ أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. أستاذ أحمد بنرحب بحضرتك وصباح الفل. صباح الخير أستاذنا وصباح الخير عليكم جميعا وعلينا جميعا وعلى كل مشاهديك الكرام. أهلا بحضرتك. يعني عايزين حضرتك بقى تدلنا فكرة أكتر عن أعمال التطوير اللي بتتم حاليا بحديقة الحيوان بالجيزة. أو بالفعل زي ما حضرتك ذكرت حديقة الحيوان دي بالنسبة لنا جميع المواطنين يعني حاجة مهمة جدا، كلنا لنا ذكريات معاها مثل بيت مصر سواء في الصعيد في البحر في قبلي إلا ما له ذكرى مع حديقة الحيوان. وبقدر أهمية الحديقة بقدر اهتمام الدولة بها وبإصرار الدولة على أنها تعود حديقة كما كانت من قبل. حديقة الحيوان تم إسناد تطويرها لشركة الإنتاج الحربي، ومن خلال شركة الإنتاج الحربي تم تكوين تحالف مصري وطني خالص لتطوير وإدارة الحديقة لمدة 25 عام. تم الاستعانة بأكبر استشاري عالمي في تصميم الحدائق. أيضا أول أمس تم إنهاء إجراءات التسليم، وبالفعل أغلقت الحديقة تماما من اعتبارا من أمس الأحد 9 يوليو. ومدة التطوير ممكن تصل لعام. الأهم من المدة التطوير نفسه. الحديقة سوف يتم جلب حيوانات جديدة لم تكن موجودة من قبل. الحديقة سوف تكون بنظام المفتوح، ما بقاش في حواجز ما بين الزائرين والحيوانات مع اتباع أعلى معايير الأمان العالمية، وده موجود في معظم في كل حدائق العالم. يعني ما عادش في حاجة حدائق مقفولة زي ما كانت عندنا زي ما كان عندنا. أيضا الحديقة في سوف يتم الحفاظ على كل ما هو أثري فيها، كما تعلم أن الحديقة عمرها أكثر من 130 عام، فيها أشجار نادرة، فيها نباتات نادرة، فيها مباني أثرية، فيها منشآت أثرية لن يتم المساس بها إطلاقا. وسوف يتم يعني إصلاح البنية الأساسية في الحديقة، سوف يتم إضافة وسائل ترفيهية جديدة للحديقة. ومرتبط بها ايضا حديقه الرمان. يعني هي هيكون في ربط ما بين الحديقتين، الحيوان والرمان من خلال النفق. ان شاء الله يعني بنعد كل مشاهديك الكرام ان مع نهايه مده التطوير، يمكن الاستشاري العالمي لما وصل للقاهره وراح زار الحديقه وكده، يعني هو مجبور بالحديقه اللي هو هيكون مسؤول عن عمليات التشغيل، فبيقول ان شاء الله سوف نعمل جاهدين من اجل ان ننجز شيئا يفخر به المصريين. فان شاء الله يعني نعدكم بشيء يليق بعظمه هذا البلد وبالمواطن المصري. تحياتي لحضرتك استاذ احمد. يعني الحدائق القديمة بتبقى يعني زي حديقة الحيوان والأرمان وحدائق كتيرة جدا بتبقى فيها مقتنيات من آلاف السنين زي الأشجار وغيرها، طبعا ده هيتم الحفاظ عليها ولا هتبقى إيه الوضع في أنا أكدت على ده يا فندم إن في حاجات نادرة لا يمكن تعويضها عمرها أكتر من 130 عام. الشرط الاساسي في شروط التعاقد مع المطورين ان يتم الحفاظ على هذه كل ما هو اثري وكل ما هو له طابع تراثي. حتى اسوار نفسها، اسوار الحديقه نفسها الحيوان اسوار اثريه. يعني شوف حضرتك حتى الاسوار نفسها اثريه. طبعا. فكل ده سوف يتم الحفاظ عليه تماما ولن يتم المسيس به. طيب والحيوانات يا فندم حضرتك ذكرت ان هو هتيجي حيوانات من بره يعني جديده.
حالات ما كانش موجود، اللي ما كانش موجود سوف يتم جلبه من الخارج. يعني كان في حاجات كتير ناقصه في الحديقه، وكان نفس الزائر لما يروح يشوفها مش ما كانتش موجوده، فسوف يتم جلبها من الخارج. ده هيتم بالجيزه اللي هي حديقه حيوان الجيزه والاورمان فقط ولا باقي الحدائق؟ هي الجيزه، هي الجيزه، احنا بنتكلم عن الجيزه، وجيزه حيوان، من الاورمان حديقه نباتيه، يعني ما هياش حديقه، مش فيها حيوانات، لان هي حديقه نباتيه اصلا، اشجار نادره، في اكثر من 1200 نوع من الاشجار والنباتات النادره كده. يعني يا فندم مش هيتم الربط ما بين حديقه الاورمان وحديقه الحيوان؟ هيكون الربط من خلال النفق. لكن حديقة الأورمان مش هيتم التطوير فيها، يعني هو بس مجرد النفق اللي هيربط ما بين. لا لا لا، التطوير يشمل الاثنين، التطوير يشمل الاثنين، وهيكون في ربط ما بينهم، ربط ما بينهم عشان اللي عايز ينتقل. دي هتبقى حديقة نباتية فيها حاجات نباتية، الأشجار اللي موجودة فيها حاليا حاجات نادرة، هيتم طبعا مع عمل ما يعني إضافة المزيد، هيتم زيادة المساحات الخضراء بحيث تكون متنفس طبيعي ومتنفس جميل للمواطنين، وحديقة الحيوان هي فيها بقى الحيوانات. يعني ممكن يتلقى الزائر ما بين الاثنين. يعني هي هتبقى نفس التذكرة هنا وهنا. أستاذ أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الإخبارية، اسمحوا لنا نطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نستكمل باقي فقرتنا والفقرة الصحفية اللي بنحلل فيها أهم وآخر المنشطات المتصدرة للمشهد الصحفي. فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معانا. Thank you.